اعمل فطير شرقي واخد له وش بيتزا كده، لطيف قوي قوي وسهل جدا يجوع، يعني اكله كده ايه خطيره. الوصفه الثانيه هنعمل البطاطس الملفوفه. بطاطس عاديه خالص مسلوقه، هنحط لها شويه دقيق وميه ونحولها لعجينه ونلفها كده ايه يعني حلزون كده، ونحمرها في الزيت زي البطاطس اللي احنا بنشتريها من المطاعم في الوجبات السريعه، تحفه وسهله جدا، هتعجب الولاد قوي. والوصفه الثالثه هنعمل كيك، كيك بالكريمه، فكرته برده بسيطه جدا ومقاديره سهله جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. نبتدي بقى مع بعض. اول وصفه فطيره، الفطير الشرقي وش بيتزا. معايا 4 كوبايات من الدقيق، طبعا دقيق قوي او دقيق مخبوزات، بيبقى مكتوب عليه مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا، تمام. معايا معلقه صغيره من الملح على الدقيق، معلقه صغيره من السكر، وتقريبا 1.5 كوباية من الميه الدافيه. هي دي مقادير الفطير، يعني العجينه مش اكتر من كده، ولا بقى لبن بودره ولا بيضه ولا ما فيش اي حاجه من الكلام ده. دقيق، معلقه ملح، هنحط ميه دافيه نعجن بيها، وهنحط كمان ممكن زيت، تمام، يعني لو انت عايز تحط زيت، وطبعا سكر، سكر وملح بس كده. وهي اصلا بنغلفها بعد ما بنعجنها حلو قوي، بنغلفها كده في الزيت ونسيبها تتركن كده تريح بتاع مثلا ساعه ولا حاجه، عشان تبقى سهله الفرد معانا وتدينا نتيجه خطيره. طلع بوله كده ونحط الدقيق، دقيق قوي او دقيق مكتوب عليه مخبوزات، معلقه صغيره من الملح، وهنحط السكر، ميه دافيه بقى ايه اعجن بيها. ايوه، ليه ميه دافيه؟ الميه الدافيه هتساعد ان العجينه تبقى احسن، يعني احلى. عايزه تحطي ميه الحنفيه العاديه مفيش مشكله. هي بس دي العجينة، ولا بنحط لها اي حاجة تانية، ملح ودقيق سكر مية كده كده، بنفردها بالزيت وبنغمرها بالزيت، فمش لازم ندخل جوه العجينة زيت، هي كده كده بتتفرد بالزيت كده. هنفضل ايه نحط مية دافية لغاية ما العجينة ايه تلم معانا. طبعا تركت ان العجين الفطير ينجح معانا ويبقى ظريف، اول حاجه نوع الدقيق، ان هو يكون دقيق نوع قوي. تاني حاجه ان هو يتعجن كويس قوي، وتالت حاجه ان العجينه ترتاح، دي اهم حاجه في نجاح العجين. كده نلم كل الدقيق كده في البولة، اول ما تتلم معايا كده خلاص مش هحط لها اي مية ولا اي حاجة، بس طبعا ايه عايزة بقى تتعجن عجن محترم. قسمها الكرات كده وندهنها بالزيت، او ممكن كمان يعني مش ندهنها بس، يعني نزود الزيت شوية ونسيبها ترتاح نص ساعة ساعة، هيبقى افضل يعني الحلوه دي مثلا. وايه وهفردها كده بايديا، انت ممكن بقى تجيبي بوله كده ولا حاجه فيها شويه زيت، علشان الزيت هيساعدنا ان احنا نفردها حلو. طبعا الفطيره دي ليها حشوه، انا ما قلتهاش في المقادير، برضو استاذ احمد هيبقى ينزل لنا المقادير دلوقتي يا ريت. الحشوه بقى عباره عن ايه، سجق بقى مستوي، ومعانا جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، اي حاجه اللي عندك، عندنا زيتون، فلفل الوان، انتوا عارفين بقى الحشوه زي ما تحبوا، تقدري تحشيها براحتك اي حاجه. نفردها كده، ايوه المقادير اهي بتاعه الحشوه كمان عشان انا ما قلتهاش، ولو انكم اكيد عارفين ان الحشوه بتبقى ايه على راحتكم. اهم حاجه بس ان انا عايزه ايه افرد العجينه،
انا مبقاش قلقانه خالص لو اتقطعت معايا، عادي جدا هي بتستوي ما بيبقاش فيها مشكله خالص. طبعا لما بترققيها بتبقى هايله، بس انا بحاول ارققها على قد ما اقدر، ببقى شايفه ايه القرمه من تحتها، يعني هي كده ان شاء الله ايه رقيقه. والحروف التخينه بقى دي احنا ممكن نشيلها بالسكينه، هقول لكم برده ازاي، لان غالبا ممكن تضايقنا كده وتبقى ايه عامله عجين كتله كده مش ظريفه. اهو كده عماله اوسع على قد ما اقدر، زي ما قلت لكم انا حاسه كده انها ايه خفيفه. بصوا حلوه قوي كده، التهويه اللي انا بعملها فيها دي بتديها برضو ايه تخليها رقيقه كمان او كده اترققت خالص. معانا بقى سجق، هنحط شويه سجق كده في الحشوه، اي حاجه هتحطيها لازم تكون مستويه كده. معانا شويه زيتون مثلا، فلفل الوان، شويه جبنه بس كده، شويه برضو جبنه موتزاريلا، عشان بقى لما الموتزاريلا كده جوه برضو بتبقى ايه بتدي يعني طعم ظريف. تمام كده، بعدين بقى نبتدي بقى نطبقها. هنطبقها هبتدي بقى ايه اطبقها كده مثلا كده اهو، وكمان كده اهو بس اتقفلت وبقت هايله. معايا صينيه، صينيه فرن هنا، هندهنها طبعا دهنه خفيفه كده من الزيت كده، وهناخد بقى ايه الفطيره الحلوه دي كده بالراحه. بصوا زي ما انا شلتها كده وهحطها، وايه هوزعها بقى كده، يعني هدوس عليها انها تتفرد على قد الصينيه كده. ده كده الفطيره التقليديه العاديه وهتدخل الفرن. بس طبعا ايه يعني لو انت عايزاها مش واخده وش بيتزا، هتجيبي بيضه وتكسريها وعليها ملح وفلفل وتضربيها كويس قوي وتدهني بيها الوش وتدخليها الفرن، وممكن تحطي شويه جبنه وتدخليها الفرن. لكن احنا عايزين نعملها وش بيتزا فهنعمل ايه، هنحط شويه جبن بقى، نحط مثلا كده جبنه شيدر على الوش، هنحط كمان مثلا شويه فلفل الوان متقطع وفلفل الوان شرايح، واحده حمراء وواحده خضراء واحده صفراء مثلا، ناخد لا ناخد دي احسن عشان كبيره شويه، والحمراء دي مثلا. ممكن ناخد برضو شويه سجق بما انها سجق يعني، فنحط كده كام واحده من فوق. ممكن ايه كمان، انا ما حطيتش زيتون، ممكن كام واحده زيتون. وش بيتزا بقى، فانتوا بقى بتحطوا ايه اللي انتوا عايزينه. قبل ما احط الجبنه الموتزاريلا برضو هكسر لها بيضه، فانا معايا بيضايه هحط لها ملح وفلفل وهفردها على وش الفطيره كده، ادوس كده عليها كويس قوي، نحط شوية جبنة موتزاريلا كده من فوق وندخلها الفرن. فرن حامي أعلى درجة في الفرن عندك، وتدخليها مش هتاخد وقت خالص، تبقي متابعاها علشان ما تتحرقش من تحت. فتخلي بالك احنا هنحطها على الشبكة اللي في النص بس كده. تمام طبعا هنا كده، انا عايزه اوريكم شكلها ورا. بصوا اخدت لون تحفه، طبعا سخنه جدا معلش الزيتونه اللي طارت دي. ابتدي بقى ايه
نقطعها كده. بصوا بقى فظيعه وسهله جدا جدا. بصوا خطيره يا جماعه. مورقه ازاي؟ بصوا مورقه ازاي وتقرمش وخطيره، بتتاكل بالهنا والشفا. عجينه سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله تجربوها تعملوها في البيت، خطيره.